نسمع عن الخبر لحد الآن عيوننا تدمع، قلوبنا يعني تفطرت، الله شاهد. هيك أسد مع الأسف نخسره، وتخسره الشيعة المسلمين عامة وشيعة أمير المؤمنين خاصة. 30 سنة بالجهاد والكفاح، طبعا جسدا قتل، لكن السيد حسن نصر الله بقى فكرا مشعا ومربيا للمجاهدين. سيد المقاومة العبد الصالح الذي بدأ حياته مجاهدا وقائدا مخلصا وحكيما مؤمنا، وختمت بالشهادة مع الإمام الحسين عليه السلام الشهيد السيد حسن نصر الله ورفاقه المجاهدين، فهنيئا لهم الشهادة ونحن على دربهم سائرون. كلها بادرت، كلها الناس، لأن هاي يعني نحس ألمنا كل إحنا، ألم لبنان وفلسطين، ألمنا كل إحنا، جراحاتنا كل إحنا. نسأل من الله إن شاء الله ترفع الغمة عن هالأمة هاي. الإغاثة أو تلبية نداء المرجعية هو أمر حتمي على الكل، مو بس على العتبات، وإنما على الكل. أما العتبات إنهم الأولوية، لأن هم أصحاب القضية، وإحنا نستمد قوتنا من هذه العتبات، نستمد قوتنا من السادة والأعلام الموجودين بها. الحقيقة العتبات المقدسة مواقفها الشباقة في كل شيء، ابتداء من قضية الجهاد الكفائي وخدماتها للناس، في مو فقط بالعراق، حتى امتدت إلى حتى غير العراق. اليوم على أهبة الاستعداد في الجهاد وفي الدعم وفي كل شيء تؤمر به المرجعية. أرواحنا فداء لأهل لبنان. يا لبنان إن شاء الله مرفوعة الرأس، يا شيعة أمير المؤمنين إن شاء الله مرفوعين الرأس.